التقى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين التقى ببعض ممثلي الشركات البريطانية العاملة في مجال الطاقة، كما التقى ممثلي عدد من مؤسسات التمويل البريطانية والأوروبية، وذلك على هامش مشاركته بفعاليات منتدى الاستثمار بين مصر والمملكة المتحدة والذي يعقد بالعاصمة البريطانية لبحث سبل التعاون الاقتصادي بين مصر ومجتمع الأعمال بالمملكة المتحدة. وخلال اللقاء أكد رئيس الهيئة على قدرات المنطقة الاقتصادية في استيعاب الطموح العالمي لا سيما الأوروبي في إنتاج الوقود الأخضر واستخدامه في الأنشطة الصناعية والبحرية.